انا عارف كل شويه زرار نقرب ولحد ينفع كده برضه. طب ليه كده يعني؟ طيب طب ليه يعني كده؟ طيب ده كلام برضه؟ هو فين صاحب الزرع ابن ميتين الكلب ده؟ كلام برضه. شوف رأي الغابه اللي فيه، بص نقرب لحد كده. طيب ده اروح لمين؟ طب اقول له تبع النقر اللي مكسره مقطمه دي يا ربي، حد زرع نقرب لحد كده؟ طيب دي جيران سودا يا اخي. الكلام ده برضه يا ابوي ينفع كده انت عامله؟ طب طيب ولا ايه ده؟ ايه اللي انت عملته في الحد ده يا عم؟ ده بص نقرب زرع، انت فين؟ ما انت عاوزنا نزرعها لك فين؟ لا يا عم ازرع في زرعتك. ما هي دي في زرعتك. لا مش في زرعتك. ما انا ازرعها لك فين؟ ايه يا عم تعمل انت بتمسك فيها؟ لما تجي لي حاضر، لما تجي لي هوريك، انا هوريك مش هخليكم تزرعوا انت تاني. تعال يا عم جمال اوريك، تعال اوريك. بص عمل للحد دي كسر الشام كله. لا يا عم ده ما يرضيش ربنا. بص ده ما يرضيش ربنا. احنا بص بعد الزرعيه دي، بعد الزرعيه ده بنفرقوا. بص ده يرضي ربنا يا عم. لا ده ما يرضيش الخساره ده. ده يرضي ربنا يا عم جمال. لا يا عم يرضي ربنا يا عم جمال. لا ايه يا احمد كده؟ يرضي ربنا يا عم جمال. والله يا عم جمال ينفع انت بمشي على حد ابويا مكيب والنقر ده فوق الحد؟ طبعا يا عم جمال. يا عم جمال ده ما ينفعش والله. الشام الغالي ده ما ينفعش يا عم جمال. لا دهوة بلا دهوة. انا جايبك تحل بيني. لا يا عم مش هنحل حاجة. الشام النقره دي احنا نفرقه واخد لبالك بعد الزرعيه دي. لا يا عم شيل النقره دي. ما يكسرش يا عم جمال ما يكسرش. احنا ناس اهل بعض مش عايزين نغلط في بعض ولا تغلط في بعض. ما ينفعش شيل النقره دي ونفرق لحد الوقت. يا عم جمال يعني تعالى يا عم جمال ده عائلتهم ده نفرين وطفايه. يا عم جمال ما يعملش كلام. تعالى يا عم بره يا عم واتكلم يا عم بره الزرعه وتعالوا اتكلموا بس. تعالوا بره وانا احل المشكله دي. اطلع بره الزرعه خساره من الشام اللي هتكسروه بتاع الناس ده. انت نفرق لحد طلع عندك خده طلع عنده هو ياخده. لا يا عم انا شيل النقره بتاعتي. الزرعه دي هتتجلع يا عم. شيل النقره بتاعتي يا عم عشان كده ينفع لحد ما تمشي. كيف يا عم؟ يا عم تمشي يا عم. النقره كيف يعني؟ ايه النقره كيف يعني؟ هتعمل ايه يعني انت؟ كيف يا عم؟ ما تمدش يا عم. ده كده كيف انت؟ ارجع 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 كيف انت؟ طيب اخويا الكبير جه. اخويا الكبير جه. ارجع انت عايز ايه؟ انت عايز ايه يعني؟ انت هو احنا عايز ايه؟ لا يا عم اخويا الكبير جه. ارجع 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 اخويا الكبير جه. عايز ايه يعني؟ اخويا اللي هيجيب لي حاجه. اقعد يا ابوك. اخويا يا عم جمال اللي هيجيب لي حاجه. انا قعدت انا. اقعد يا عم. هو اخويا اللي هيجيب لي حاجه. يا عم ده ناجر نقرف والحد وده ما ينفعش. انا اخويا الكبير جه وهيجيب لي حاجه. اسكت شويه يا عم. واحد بس اسلوبه مش اسلوبه في الكلام مش حلو يا عم. هو ما يغلط. لا واحد انا ما اتكلمتش. لا واحد. طب قول له هو. طيب ايه اللي حصل؟ انت على طول جايب لي مشاكل مع الناس على طول كده. بص يا حاج دقيقه. بص يا حاج اقعد دقيقه. مش هينفع يعني. مش هينفع من ما يعملوه ده خالص يعني. انت ولفت على كده يعني؟ ايوه يا عم كان عاجبهم. كان عاجبهم يا عم. عشان نقطتين شام ايه؟ ايوه يا عم مش هينفع. ده غلط ولا مش غلط اللي ولفت عليه انت ده؟ انت التاني يا عم اللي بتعمل فوق راسي يا عم محمود. ما انا هروح لابوك برضه. اللي بتعمل فوق راسي يا عم محمود. يا عيب ما تمسكوش رؤوس البعض يا عم. مش بقول له هو على كده يا عم. انا جرتش فوق الحد ده. هو قليل الادب ده عاوز يمسك فيا. بص هديك شايفه ما يغلط كده. مش ما يغلط كده. بص طيب لما اشوف اغريتها طب معاها. صلوا على النبي وقوموا وحبوا على راس بعضكم. لا يا استاذ السلام. الناس اما تموت عشان الحدود. حدوده ايه وخار ايه؟ يا عم ما اختلفناش. بس هو طب الملعب في حد طيب؟ زي بعض. انتوا اخوات. ماشي يا عم محمود. الناس تموت بعضها عشان الحدود يعني؟ يعني هنعمل ايه الوقت؟ يعني تقعد بعضكم عشان الحدود وخلاص؟ لا يا عم احنا ما رضيناش. ها؟ ما رضيناش نقع في بعض احنا. يعني اعمل لك ايه انت الوقت؟ بس انت السبب. هو قليل الادب. انت السبب انت. ماشي يا عم محمود. قليل الادب هو. انا برضو مهما كنت بتكلم انا اما اتكلم انا تخرق تحط بلغه قديمه في خشمك. شو تتكلم تاني؟ بلغه قديمه كيف في خشمك ده؟ عشان انت السبب برضه. بلغه قديمه تحط. خلاص يا عم محمود بتشوف. خلاص يا انت. خلاص ما حدش هيتكلم تاني. بس هو ما جاش عند الحد. احنا قلنا ايه؟ انت مالكش دعوه بالزرعه دي وما تجاش تاني. مش هاجي تاني. الزرعه دي ما لاقيش رجلك فيها خالص. خلاص. سمعت؟ خلاص مش هاجي تاني. وانت قاسما عاد ما الزرعه دي تجيها تاني ابعت لابوك. حاضر يا محمود. الا لازم تبعت لابوك. حاضر يا محمود. يقول لي ان كان الحد ده ننقره خالص نبيح الزرعه ده عشان ترتاح وماشي. لا يا عم متبيعها ليه يا عم؟ يا عم نبيح. لا يا عم متبيعهاش. الناس بتموت بعضيها عشان خاطر الزراعه دي والخرق. لا يا عم ما نموتش بعض خالص. انت لما جبت الجنادين لحد البيت حد يتكلم؟ لا يا عم. ها؟ لا وانت خيركم سابق يا عم. طيب امال مال؟ ماشي يا عم. صلوا على النبي كده وقوموا حب على راس بعضيكم. يلا بس يقف على حيل. اه يا عم هذا يا عم راسه. بس يا عم خلاص صافي يا لبن حليب يا جبال.